بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، في الفيديو ده إن شاء الله رب العالمين هنحل مع بعض بداية من قواعد الوحدة التاسعة، ودي آخر وحدة في محتوى الشهر ده. بعد كده هيتبقى معانا الوحدة العشرة وال11 وال12، 3 وحدات بالإضافة لجزئية القصة كده، الحاجات اللي باقية في الكتاب فيهم كمان الامتحانات اللي في آخر الكتاب. أول سؤال معانا بيقول لك: He is very sad because not his money. بص يا برنس، أول ما تلاقي فاصل كده انزل على each وعلى every، قول لهم بعد اذنكم اطلعوا بره. طب ليه؟ عشان ايتش وافري ليهم شروط. رقم واحد، الشرط الاولاني ان يكون بعدهم اسم مفرد، وان هو يكون رقم اتنين يعد، رقم تلاتة بدون فاصل. في فاصل يا باشا ما تفكرش في الناس دي، باقي معاك نيزر وقول. انت بتقول ان هو حزين لان هو انفق كل امواله، يبقى انت هتقول لي ايه قول غير كده؟ ده هو بيقول لك ان كل فلوسه سرقت او فقدت. الاكزامز في الامتحانات نوت ستودنت، ستودنت اسم مفرد، حلو الكلام. ينفع افري؟ اه ينفع. افيو؟ لا، افيو لازم بيكون بعدها اسم جمع. طب اتش ما دام في اوف يبقى لازم في فاصل، يا اما ذا ماي، في فاصل هنا؟ مفيش فاصل يا باشا في الجمله، يبقى دي بره برضه. باقي معاك افري وباقي معاك اول. اول لو جبنا بعدها اسم معدود هيكون جمع، فاقول ذا ستودنتس. اذا الاجابه اصبحت افري. تيك كير ذا ليتل تشايلد كاريد ا جلاس بوتل ان اي هاند. خد بالك الواد شايل ازاز، كوبايه يعني، او زجاجه مصنوعه من الزجاج يعني، في كل يد. بص يا برنس، هو شايل في كل ايد، لكن نيزر يعني لا دي ولا دي. قول ما تنفعش لان هو عنده اتنين ايد، واحنا اتفقنا ان قول تيجي مع تلاتة وانت ماشي. افري بتيجي برضه مع التلاتة وانت ماشي. طب ايتش مع الاتنين، هو عندك كام ايد بالصلاة على النبي كده؟ اتنين، يبقى ايتش هاند. طيب اي هاردلي، اي هاف هاردلي نوت ماني. انت عارف ان هاردلي بيجي معاها كلمة من اتنين، يا اما هاردلي اني يا اما هاردلي ايفر، وحافظ كمان ان اولموست بيجي معاها نو. حلو الكلام، فالموضوع هنا محسوم وخلصان. اذا سيادتك هتفكر في اني على طول عشان هي اسمها هارد لاني. طيب الجملة اللي بعد كده رقم خمسة، I have read not، أنا قرأت إيه of your ideas and I liked them all، حبيتهم كلهم والله. يعني كده قرأ ولا ما قرأش؟ أه قرأ، ما هو حبهم إزاي يعني؟ فران دي تطلع بره. طيب إني تيجي في جملة النفي يا فندم أو جملة السؤال، ودي لا نفي ولا سؤال. طيب ماتش دي بيجي بعدها اسم مفرد، مفرد لا يعد، وأنا قدامي هنا your ideas، أفكارك، دي اسم جمع، يعني أنت كده صفيت الأمور على صم. شكرا، دي الإجابة. Young people prefer to work in a nearby places to their homes. بقول لك young people دول اللي هم الشباب، ركز معايا كده عشان عايزك تستبعد الاجابات اللي مش نافعه بذكاء وحنكه. انت قلت لي young people دول اللي هم الشباب، اسم جمع. lost lots عايز of، a lot عايز of، يعني بره يا ابله انت كمان بره. باقي معايا a lot of عايز بعدها اسم جمع او اسم مفرد لا يعد عادي. طيب طب افري، افري بيجي بعدها اسم زي ما قلنا بتلات شروط، اسم يعد ويكون مفرد ومن غير فاصل. انا قدامي ده بيبول اسم جمع، يعني بره يا باشا عشان احنا قلنا ايه مفرد، يبقى هنا عايزين الوت اوف. احمد بيقول هاف يو بوت ماتش بريد، انت اشتريت عيش كتير؟ فقال نو اي بوت اونلي. احنا متفقين على قاعده كده خلصانه، اول ما تلاقي قدامك اونلي تفكيرك هيكون في اف يو و ليتل، غير كده بره الناس دي كلها هتطلع بره. طيب هو انت بتتكلم على، بيقول لك هل انت اشتريت خبز؟ الخبز ده اسم مفرد لا يعد، يبقى هنقول ليتل. طيب وانت عارف ان قالت معناها قليل لكنه يكفي. الجمله رقم 8، not of the students failed all of them passed. بقول لك كل العيال نجحوا، يعني ما حدش منهم خالص رسب. انت عايز تقول ما حدش رسب، يعني المعنى كده منفي. each دي معناها مثبت، none دي معناها عشان هي معناها ولا واحد، every مع ما يجيش بعدها اصلا of دي مرفوضه، all of تيجي ايوه بس يكون بعدها الاسم جمع والفعل جمع لو انت عايزها. ثانيا قول معناها كل. طب ما تيجي نجرب، ينفع اقول لك كل العيال رسبوا في الامتحان كلهم نجحوا؟ انت كده بتناقض نفسك، يبقى انت هتقول لي ولا واحد من العيال رسب في الامتحان ده كلهم نجحوا. ايه من دول يا جماعه؟ از استراكشرلي كوركت، معموله ترقيم سليم. اول واحده قول يور انسرز، كل اجاباتك. انت عارف ان قول، احنا متفقين على مبدا اهبل كده، ان بقول لك كل الجمع جمع وكل المفرد مفرد، ده مش كل بس، ده كل وبعض ونصف. المفرد مفرد والجمع جمع. يعني لو انت قلت لي هاف ذا بويز، نص الاولاد، هنقول ار يا باشا. ليه؟ لان بويز اسم جمع فلازم الفعل يكون بقى جمع. طب لو انت قلت لي سم بويز، سم الجمع، يبقى اكيد الفعل جمع. طب لو انت قلت لي سم شوجر، بقى هنقول از، الموضوع خلصان، فدي بره عشان احنا عايزين دي ار. طب اللي بعدها الوت عايز اوف يا باشا، اطلعي بره بعد اذنك انت كمان. نوت لازم نوت اول، نوت افري، نوت حاجه بعدها، ما فيش الاسم بعدها، يبقى دي طلعت بره. يبقى الاجابه اصبحت يو هاف نوت جيفن any correct answers، لم تعطي اي اجابات صحيحه. طيب رقم 10، we need to book a bigger hall، محتاجين نحجز صاله اكبر من دي شويه، اصل الصاله دي هتتسع لعدد ايه من الضيوف فقط؟ اكيد لعدد قليل من الضيوف. بما انك بتتكلم على الضيوف اللي هو اسم اصلا في الجمله، قال لك في الاسم جمع اهو،
اذا حضرتك هتشيل ميني؟ لا دي ميني معانا، اصل انت بتقولي هتسع، بما ان في اونلي عموما فانا هفكر في افيو اليتل، مفيش منهم في الاختيارات غير افيو، فدي الاجابه. شكرا الموضوع خلص، بس احنا برضو هنفعص شويه في الموضوع عشان افهمك اكتر. الوت اوف دي بيجي بعدها اسم جامعه او اسم مفرد عادي، بتيجي مع المعدود مش معدود، بس انت بتقول لي احنا عندنا محتاجين نحجز صاله اكبر من دي، اصل الصاله دي هتاخد ناس كتير. طب ما هي لما هتاخد ناس كتير طيب نحجز صاله تانية ليه؟ وميني زيها نفس القصه. طب نو دي مش هتاخد ضيوف خالص، بما انك انت قلت لي اونلي يعني معنى كده انك انت عايز اف يو او اليتل. ذير از نوت اكويبمنت، اكويبمنت اسم مفرد لا يعد، يعني فيو بره ميني بره، باقي معاك ليتل وماتش. طيب هنشوف بقى انت عايز قليل ولا كثير. بيقول لك يوجد معدات ايه في هذا المكتب، لذلك احنا محتاجين نشتري كمان شويه، يبقى المعدات قليله يبقى ليتل. الجمله اللي بعد كده يا باشا بيقول لك في رقم 12، بيقول في رقم 12 would you like to have not fresh juice، هل تريد ان تتناول بعض العصير الطازج؟ يبقى انت عايز حاجه فيها بعض اللي هي سم، يعني فكر في دي ونفكر في دي، انت بره عشان بدأ بمني وانت بره عشان بدأ بماتش. طب ما ينفع ماتش فريش جوس؟ ايوه بس انت بتقول هل تريد بعض العصير، بعض يعني صم. قال لك اونلي، يبقى انا عايز اونلي، بما انك بتتكلم على عصير يبقى ليتل، يبقى انا عايز صم مع ليتل اللي هي دي يا باشا. هنا بيقول لك افيو، ما ينفعش مع العصير نتكلم بقى فيو. طيب الجمله اللي بعد كده بيقول لك فيها رقم 13 اي ام سو سوري، انا اسف، اي دونت هاف نوت تايم تو هيلب يو، انا ما عنديش وقت ايه لمساعدتك. والله الوقت ده اسم مفرد لا يعد. حلو، طيب ميني بره عشان ده ما ينفعش نستخدم ميني مع الاسم المفرد الذي لا يعد. الوت عايز اوف اصلا عشان افكر فيها، سم معناها بعض، تيجي مع المعدود اللي مش معدود. طب ما نترجم، بقول لك انا اسف اصلا انا ما عنديش بعض الوقت لمساعدتك، ولا ما عنديش اي وقت اساعدك، اكيد اني. غير كده ان احنا متفقين اني بتيجي مع النفي والجمله نفي، فناخد اني والمعنى برضه عايز اني. There isn't not work to do today so I can go out with you، بقول لك انا ممكن امشي معاك النهارده اصلا انا ما عنديش شغل كتير يبقى ماتش. طب ليه مش قالت قالت لي يعني قليل؟ ميني ملهاش دعوه بورك، ميني عايزه بعدها اسم جمع. طب سم بيجي بعدها مفرد وجمع عادي، بس انت بتقول ما فيش شغل كتير فانا همشي معاك. اي هاف اولموست، من غير ما نفكر اولموست عايزه معاها نو، فدي بره اللي فيها نو معانا، دي بره دي بره، اذا الاجابه اصبحت رقم بي، وبكده يبقى انت بتحل مبدا الخربوش وتقول لنفسك انا تقريبا ما عنديش سكر في الشقه، انا محتاج اشتري بعض السكر، فهنا نو وصم يبقى الجمله ماشيه معاك اخر دلع. في رقم 16 بيقول لك وي هاف نوت اوف بترول ان ذا كار، احنا عندنا بترول ايه في العربيه يعني، سو اتس انف تو ريتش اور ديستنيشن، وده هيكفينا نوصل بيه ان شاء الله وجهتنا. والله بترول اسم مفرد لا يعد يا باشا، فميني بره لان ميني عايزه اسم جامع بعدها. طيب لوت عايزه لوت اوف، يبقى دي بره معانا برضو. ترجم لي عربي بقى كده يا باشا الاختيارين دول عشان في بلنتي اوف تنفع وعندك اليتل. فانت بتقول احنا عندنا وقود ايه في العربيه وده هيكفينا ان شاء الله نوصل، يبقى اكيد عندنا وقود كتير في العربيه هيكفي لما نوصل. There is not meat، اللحمه اسم مفرد لا يعد، فاي حاجه لها علاقه بالمعدود تطلع بره. احنا عندنا لحمه متبقيه ايه؟ احنا عندنا يكفي لثلاث افراد بس احنا عازمين 12، يبقى كده لحمه قليله وما تكفيش، يبقى انت عايز ليتل. الليتل دي لو كانت قليله بس تكفي. not workers، workers دي اسم جمع، فما ينفعش اقول لك امني، ما ينفعش اقول لك امني، لكن انت عارف لو شلنا يبقى many workers اخر حلاوه وعنب، ما فيش حاجه اسمها a lot اسمها a lot of. طيب لكن انت بقى عندك ودي lot عايزه معاك of مش موجوده طلعها بره، ادي a lot of يا باشا، وانت كده انت برنس. ده majority الاغلبيه، of students اغلبيه الطلاب، go ready get ready او got ready for the final exam، اغلبيه الطلاب كانوا مستعدين للامتحان، ولكن ايه زم؟ بص يا باشا ما دام انت قدامك زم ضمير مفعول فاكيد انت عايز حاجه فيها اوف، لوتس عايزه اوف، افيو اوف هفكر فيها، الوت عايزه اوف عشان ضمير مفعول، افيو عايزه اوف عشان ضمير مفعول. خلاص يا باشا ما فيش غير واحده قدامك، السلام عليكم يعني. اي هاف نو ماني، انا معيش فلوس باقيه. ذا ماني، ما دام في فاصل يبقى انت لو عندك اتش او افري هتقول لهم روحوا يا رجاله مالكوش دعوه. طيب الفلوس اسم مفرد لا يعد فهنطلع دي بره. طيب انت قلت لي قول ذا ماني، يبقى هنجيب اسم مفرد وفعل مفرد، لو يعني انت كده هتفكر في دي احتمال مظبوط، لان انت قدامك الفلوس اسم مفرد وعندك ووز الفعل مفرد. طب نان مفرد مفرد برضه، فدي هفكر فيها. طب a little، ما فيش حاجه اسمها a little the money، في حاجه اسمها a little money على طول كده من غير فاصل. طيب انت بتقول انا ما بقاش معايا فلوس، اصلي الفلوس اللي معايا سلفتها للكمال، يبقى اكيد سلفت كل الفلوس، ولا ما سلفتش فلوس خالص؟ يبقى سلفت كل الفلوس، فهتقول all. ايه من دول معمول لها ترقيم سليم؟ I need little sugar so as not to put on many weight، بقول لك انا عايز سكر كميه سكر قليله عشان ما ازيدش في الوزن. بص خد بالك بقى ان كلمه ميني دي عايزه بعدها اسم جمع فدي طلعت بره.
I need a little sugar so as not to put on more weight. هفكر في دي للآخر. I don't need a lot sugar. A lot عايزة معاها of، يبقى deposit يا باشا طلعها بره. I don't want lots عايزة of، برضو باظت طلعها بره. يبقى أنت قدامك واحدة بس اللي صح، اللي رقم بي، ومعناها بالعربي أنا محتاج كمية سكر قليلة لكنها تكفي بحيث إن أنا ما زدتش في الوزن. الجملة اللي بعد كده رقم 22 بيقول لك not of the books I ordered have arrived yet. انت قلت لي يت هنا فاكيد المعنى منفي، بس هنترجم برضو any of يعني اي، none of the books I ordered have. الفكرة هنا في الآتي، انك انت عايز تقول لي ولا كتاب من الكتب اللي انا طلبتها وصلت يا مستر. مش none of اسم جمع فعل جمع؟ ايوه فعل مفرد صح. طيب يبقى كده none دي معانا. طيب a lot المفروض نقول a lot of the books I ordered have arrived، بس ما ينفعش اقول لك الكثير من الكتب التي طلبتها وصلت بعد. بعد دي معناها ان ما وصلتش، يبقى انت كده هتشيل دي. وماتش عايزه مفرد لا يعد، يبقى انت الاجابه الصح نن. a not of يبقى اكيد a lot of على طول يعني، او a little من غير of طبعا. يبقى كده انا هقرا الجمله a not of my friends الاسم جمع يعني اطلعي بره يا ماتش، ما فيش حاجه اسمها اميني اصلا، باقي معاك a few a little of my friends يبقى اسم جمع، يبقى a little طلعت بره. اذا الاجابه اصبحت عدد قليل من اصدقائي thought that I was too old to become an actor، كانوا متخيلين ان انا كبرت ما عادش ينفع ابقى فنان. يبقى انت قلت لي القليل منهم، و only only عايز a few a little، يبقى ادي a little وادي a few. انت طلعي بره كده بالذوق وانت كمان معاها. طب help اسم مفرد لا يعد، يبقى a little احنا محتاجين بس مساعدة قليلة. there is not hope، والله انت قلت لي هنا is يعني انت عايز مفرد، وقلت لي hope يعني الاسم ده مفرد برضه، ما فيش hopes ولا حاجة. يبقى many دي بره و few بره، لان الناس دي عايزة جمع، كان المفروض نقول there are و there are many و there are few. باقي معاك little و a lot دي عايزه of يعني طلعها بره. ده انت ممكن تحل السؤال بالخربشه من غير ما تقراه اساسا. فانت بتقول هناك هناك القليل من الامل انهم سيصلون قبل الرابعه. there isn't not a chance، استنى كده، هو chance دي مفرد ولا جمع؟ اكيد مفرد اهي، يعني كده معناها ان هي اسم مفرد، فحضرتك ما ينفعش تستخدم مني لان مني عايزه جمع وفيو عايزه جمع. باقي معاك ماتش وباقي معاك little، ترجم ما فيش فرصه ايه of my goal، ما فيش فرصه كبيره اكيد، يبقى ماتش. student اسم مفرد، هتاخد all يبقى هنقول students، هتاخد both لازم بعدها برضو جمع. باقي معاك each و every of، every of دي قسما بالله ما هي موجوده في الانجليزي، يبقى ناخد each. time اسم مفرد، يبقى انت هتفكر في مني، لا مين عايز اجمع، هنسيب every ينفع، all time طوال الوقت هنسيبها برضو للاخر. each of لازم، ما دام قلت لي of يبقى في فاصل، يا اما each of the each of my each of your، يبقى دي بره. انت بتقول لي كل مرة انا بفكر في الاقلاع انا بفتكر ان انا عايز انجح، يبقى every time. طيب كان ممكن اقول all the time طوال الوقت، او all time طوال الوقت. طب ما ينفعش اقول طوال الوقت، ما انت قلت لي طوال الوقت انا افكر في الاقلاع انا اتذكر. الجملة مش راكبة على بعضيها، لكن انت بتقول لي كل مرة افكر في الاقلاع اتذكر انني اريد ان انجح. people who don't have not passion، passion دي اللي هو اسم مفرد يعني، يعني انت هتطلع لي فيو بره لانها عايزه جمع وبني عايزه جمع. ماتش وليتل بيقول لك don't succeed ما بينجحوش اللي عندهم شغف قليل، يبقى ليتل. الجمله رقم 30 I imagine that not a idea، idea دي اسم مفرد فاطلعي بره حضرتك عشان انت عايزه جمع. وقول هنجيب بعدها الاسم معدود فهيكون جمع. every معاك و each معاك، ترجم كده I imagine that not a idea is going to work، انا اتخيل انه ليس كل فكرة ستنجح. الملحوظة بقى اللي المفروض اكتبها لك هنا ان كلمة ان احنا ممكن نقول not every تبقى كده صح، ما نقولش not each. وهنا دي سواء كلمة not سواء كلمة almost سواء nearly، الناس الظروف دي كلها كده بيجي بعدها every مش each. يبقى انت صفيت الامور على each و every، عندك not يبقى ما ينفعش ناخد each، ناخد every. not not entrepreneurs دي جمع، يبقى انت كده هتفكر في، طبعا مفيش حاجه اسمها not a few entrepreneurs. باقي معاك تكمل بس الجمله unless they are prepared to work hard، يعني مش كتير من رواد الاعمال بينجحوا الا لو حاولوا، يبقى not many. طيب بعد كده طبعا ما ينفعش يوضح عشان دي اسم جمع. of creative people's ideas can be turned later into successful business، الكثير عايز اقول لك يعني الكثير من افكار الناس المبدعين بيتحول لبزنس ناجح. طبعا ماتش بره لان دي افكار جمع، وكذلك لتل. باقي معاك لوتس عايز اوف، نقول لوتس يعني وبعدين اوف، او الوت اوف بره، يعني كده اصبح معاك واحده بس اللي صح هي ميني.
طب having not لامتلاكه امتلاك الكثير من الاكسبيرينس. هنا بقى عايزك تركز في حاجه عشان احنا عايزين ايه نحسم الامور كده، اكسبيرينس وعندك اكسبيرينسز. لو انت لمحت الجملتين ورا بعض هات لي بس قلم ازرق كده عشان هقول لك على حاجه. عايز تعرف ان كلمه اكسبيرينس كاسم مفرد لا يعد معناها كده خبره. طب اكسبيرينسز معناها تجارب الحياه اللي احنا هنترجمها بمعنى مواقف عشان نبقى ايه نميز الامور. منك انت قلت لي خبره في اسم مفرد لا يعد، فبره يا فيو لانك اصلا عايزه اسم جمع ودي مفرد. وبعد كده عندك ميني برضه اطلعي بره عشان انت عايزه اسم جمع واحنا قدامنا مفرد. باقي معاك ماتش وباقي معاك افري، ترجم كده. احنا قلنا افري لازم يكون بعدها اسم مفرد معدود فدي بره برضه، اذا خلاص مش محتاجين نترجم والترجمه برضه هتاخد ماتش. تعال نترجم امتلاك الكثير من الخبره ليس واي ماتش بيبل سكسيد، ليس سبب في نجاح الناس ولكن هناك اسباب اخرى. اول بيبل الناس الكبار بيكون عندهم ايه اكسبيرينسز، بيكون عندهم مواقف او تجارب في الحياه. بما ان دي جمع فاتش بره لان اتش عايزه مفرد معدود وماتش عايزه مفرد برضو، الوت عايزه اوف اطلعي بره، يبقى انت عندك ميني. ذا تو جيرلز وير بيزي، البنتين كانوا مشغولين. هما كام واحده؟ اتنين. يعني انت تنزل على اول دي تقول لها بره، ولو عندك برضو نان هتقول لها بره لان الناس دول بيجوا مع ثلاثه وانت ماشي. افري لازم افري. ليه مش افري؟ هقول لك انا القاعده بتقول لك ان افري لو استخدمناها كفاعل للجمله الثانيه لازم، هنجيب دي كده دي اسمها سبوره. بص لي كده كلمه افري وركز في دي عشان دي مهمه. كلمه ايتش الاول لو جاءت كفاعل للجمله الثانيه يجي بعدها اسم اهلا وسهلا. طب تيجي بدون اسم برضو اهلا وسهلا. طيب لكن افري بقى افري كفاعل للجمله الثانيه لازم اسم بعدها. طب لو انت جبتها لي بدون اسم يبقى غلط. طب اضرب لك مثال في السريع كده، بص معايا. لو انت قلت لي I have two مثلا uncles، انا عندي عمين. Not each is a doctor، دي كده صح. انا هكتب وبعدين افهمك. each one او each uncle يعني is a doctor، تمام. طب every is a doctor و every uncle او everyone is a doctor. بص بقى معايا كده في دي عشان اعمل لك بالاحمر على الصح والغلط. انت قلت لي ان each تيجي كفاعل للجمله الثانيه عادي هي و every، المشكله فين يا عم الحاج؟ قال لك ان each تيجي من غير اسم زي each is على طول، ما قلناش each one او each doctor، دي كده مظبوطه. طب تيجي بالاسم بعديها برضو جميله. every من غير اسم لازم غلط. طب every لو جبنا بعدها الاسم يبقى غلط، يبقى صح. القاعده بتقول ان each تيجي كفاعل للجمله الثانيه سواء بعدها اسم او بدون، لكن افري لازم بعدها اسم. الجمله هنا بقى يا عمك الحاج بيقول لك ايه هنا في الجمله؟ الجمله هنا قال لك بيقول لك ايه؟ بيقول لك ذا تو جيرلز البنتين وير بيزي كانوا مشغولين. المفروض كل واحده عندها السيبريت تاسك تو دو، عندها مهمه تعملها. المفروض كنا قلنا هنا كل واحده، فافري ما فيش بعدها اسم يبقى دي بره. طب ايتش صح. ولو انت كنت قلت لي كده ايتش جيرل كنا قلنا برضو صح وزي الفل. I help not member of my team، أنا بساعد كل عضو. بوس بره يا فندم لأنها عايزة جمع وأنت عيل خلبوس فاهم. ماتش ما يجيش بعدها مفرد لا مفرد معدود. خد بالك ماتش بيجي بعدها مفرد لا يعد، لكن كلمة ممبر دي مفرد تمام الشرط لا يتحقق، لكن هي كده معدودة فما ينفعش. احنا نقول ماتش شوجر ماتش تي ماتش انفورميشن كده، لكن ممبر ما دام ليها جمع يبقى دي معدودة. وكذلك كلمة اول، اول لازم هنجيب بعدها اللي معدود يكون جمع. طب اصبح معاك كده واحده بس افري وترجم انا بساعد كل واحد في اسرتي. هتقول يا مستر مش افري، انت قلت لي ممنوع يجي بعدها اوف. لا ركز عشان تبقى فاهم مش حافظ. احنا ممكن نقول يا جدعان ممكن نقول افري افري اوف، تبقى كده غلط. ده لو قلنا افري وبعدين اسم وبعدين اوف كده جامده جدا واخر حلاوه وقلسطه. طب اي هاف اوريدي ثوت اوف نوت ايدياز جمع، اطلعي بره اتش انتو افري لان انتوا عايزين افكار، عايزين اسم مفرد ومعدود، يعني قول افري ايديا واتش ايديا. طيب ماتش عايزه مفرد لا يعد وانا قدامي ايدياز، يبقى خلاص هي سم. وانا بالفعل فكرت في بعض الافكار للبزنس. وي ونت تو اوبن ا نيو شوب، عايزين نفتح محل جديد. بات وي دونت هاف، لكن احنا ما عندناش فلوس ايه فور ذات ات ذا مومنت، للمشروع ده في الوقت الحالي. افري ما يجيش بعدها لا يعد، سم معناها بعض تيجي. طب الجمله اصلا قال لك دونت يعني نفي، ما ينفعش نو، وبما انه نفي فانت عايز اني، بس عايزين نشوف برضه صنف الترجمه هي غلط بس عشان اثبت لك. بقول لك احنا عايزين نعمل محل جديد بس احنا ما عندناش بعض المال، ما عندناش بعض المال ولا ما عندناش اي فلوس.
انت كده قدامك اوبشنين، انك تقول we don't have much money او we don't have any money. few people understand how not work. work اللي هو العمل، ده اسم مفرد لا يعد. يبقى انت كده هتشيل few عشان دي عايزه بعدها اسم جمع، وهتشيل many عشان عايزه اسم جمع. هتفكر في مين؟ في ماتش. طب ما انت قلت لي ان كلمه a lot of بيجي بعدها اسم يعد عادي واسم لا يعد عادي، وقلت لي كمان بشرط ان الاسم الذي يعد يكون جمع. ما ينفعش اقول لك الكثير من الفصل، اكيد في الكثير من الفصول. طب ليه ما خدتهاش هنا؟ ايوه بس تيجي في الجمله الخبريه يا عم الكتكوت. انت هنا بقول لك هاو، يعني ده سؤال. طيب I spend time، والله time دي مفرد لا يعد، فهنفكر في ماتش بس مش a ماتش، دي كده غلط. هنفكر في قلة العادي، اصلا اميني دي بره اللعبه خالص، لان مفيش حاجه في الانجليزي اسمها a ماتش ولا اميني. a few دي بره لانها عايزه بعدها اسم جمع، وانا قدامي كلمه time مفرد، يبقى خلاص قلة. والجمله انا بقضي وقتا قليلا في التحدث اليهم. person اسم مفرد معدود، يبقى اقول بره لان احنا عايزين بعدها جمع لو معدود. each معانا، every of احنا قلنا دي بره اللعبه، few عايزه بعدها اسم جمع، يبقى انت خلاص خدت لي اتش. كل شخص each person who comes to me، كل شخص بيجي عندي بيحصل على الكثير او ينتبه الي كثيرا. يعني is it worth waiting for a table at this restaurant or shall we go not، هو يعني الموضوع يستحق ان احنا نستنى ترابيزه في المطبخ في المطعم ده، ولا احنا المفروض نروح مكان اخر؟ طيب تعالى نشوف. everywhere في كل مكان، nowhere يعني ما نروحش في اي حته، where يعني اين، يبقى انت هتقول anywhere. دي جمله سؤال، وانت عارف ان السؤال اصلا بيجي اني. ثانيا نروح اي مكان. طيب the information he gave to the police very useful، المعلومات اللي هو اداها للبوليس كانت مفيده. هو information دي اسم مفرد لا يعد، اذا حضرتك هتنزل على الارض تطلعها بره. have been جمع طلعها بره، where جمع طلعها بره، يبقى was وشكرا. though the news الاخبار مفرد لا يعد، يعني بره يا وير، وانت كمان بره، وانت كمان بره. يخرب بيت كده ما بقاش معاك غير was هي الاجابه. هنا بقى السؤال اللي بعد كده خلبوس. a basket of يعني سله من، a basket of a basket of apples oranges وبني ادمين كمان معاهم، هي كده كده عباره عن سله، سله من التفاح، بس هي سله، ادي سله اهي، ادي سله قدامك فيها مليون حبايه تفاح، هي برضو سله يعني مفرد. فحضرتك عايز مفرد بره انت، بره انت، باقي معاك ووز وباقي معاك از. شوف كده لاست ويك يعني الجمله ماضي، خلاص قول لها ووز وسلام عليكم. زير نوت نو ستودنت مفرد، يبقى بره يا هاف، بره يا ار، يا اما از يا اما هاز. ان ذا كلاس اندر 15 اب بطع احمد، لا يوجد، يبقى زير از عشان انت عايز فيرب تو بي، ليس هناك طالب، يبقى زير ازنت. طبعا انت هتقول there isn't any student او there is no student. the married a went to Italy، اكيد married يبقى دول قبل اتنين يعني، وعلى فكره لازم يكونوا جمع، يعني انت لو هتستخدم verb to be فهتستخدم are. are not people، والله ما فيش حاجه اسمها امني ولا ماتش اصلا من حيث المنطق. ماتش دي مستبعده بسببين، الاولاني ان people اسم جمع واحنا عايزين مع ماتش مفرد لا يعد. باقي معاك little اخت ماتش، طبعا اطلعي بره انت كمان، يبقى few. my school is not from the station، لو انت عايز تقول مدرستي على مسافة نص كيلو، فانت قدامك طريقة من اتنين، يا اما انك تقول هاف كيلو متر او هاف كيلو متر. طب عايز اقول لك نص زجاجة، يبقى هاف بوتل اوف ووتر مثلا، او هاف بوتل اوف ووتر. كده حلو الكلام، يبقى انت كده خلصت معايا مين؟ قلت لي هاف كيلو متر دي. طيب الجملة اللي بعد كده، 5 لترز اوف بترول، 5 لتر من الوقود is too not for me to go to work، بيكون ايه بالنسبه لي ان اروح الشغل؟ والله بترول ده اسم مفرد لا يعد اصلا. انت عارف ان المسافات، خد بالك من دي عشان هي موجوده في قاعده الاسماء المعدوده والغير معدوده، ودي مشروعها على اليوتيوب، اسمعها على قناتي لو ما سمعتهاش. المسافات والمبالغ والاوزان والكميات تعامل مفرد حتى لو انت شايفها قدامك جمع. بمعنى لما اقول لك 5 باوندز ما تقولش ار، لا هتقول از، يا عم ده 5 جنيه جمع، ايوه ما هتقول عليها از برضه. طيب لما اقول مثلا 5 او 5 كيلو جرامز هتقول از برضه يا فندم. ف 5 لترز اوف بترول كده كده علاوه على ان ده بترول، فهي مفرد برضه. از حتى قال لك عليها از ازاي؟ يعني انت الراجل بيقول لك خلبصه كده، بيقول لك انا اصلا بتكلم على اسم مفرد بدليل ان قلت لك هنا از. طيب اذا هنشيل برضه بره بره كده كلمه ميني، وهنشيل مفيش حاجه اسمها تو. بص قولا خلصانا كده، تو وفيري وسو، الناس دي ممنوع نجيب بعدهم حاجه فيها لا a lot of ولا a little ولا a few، اي حد فيهم بره. طب فانت طلعي بره زي ما اتفقنا.
باقي معاك فيو وباقي معاك ليتل. انت بتتكلم على مين؟ على از المفرد، فبره يا فيو لانك بتتكلم على جمع، اذا اصبحت ليتل. هاو نوت شوجر كيوبس، السؤال ده خلبوص. شوجر السكر، فهنقول هاو ماتش. طب لما قبل قالها لك بقى شوجر كيوبس، يبقى بتتكلم على مكعبات السكر، يبقى دي اسم جمع كده، فهنقول هاو ماني. طب ليه مش هاو اوفن؟ هاو اوفن معناها كم عدد، بس عدد المرات، دي بتساوي هاو ماني تايمز. هاو لونج يعني كم طول المده، وهاو ماتش بره لانك قلت لي كيوبس. عارف انت لو شلت كيوبس هتقول هاو ماتش شوجر. وي هاف سام ميت بات وي دونت هاف نوت بريد، احنا عندنا لحمه بس ما عندهاش خبز. والله دونت دي نفي، فانت هتاخد اني، بس عموما احنا هنستبعد نو لان الجمله منفيه، وفيو ما تنفعش مع الخبز المفرد الذي لا يعد، وفيو اختها مني، فاطلعوا بره انتوا الاثنين يا رجاله، ايدكم في ايدين بعض. 53 I'm going to make some tea، انا هعمل شويه شاي. Would you like، هعمل لك شويه. Would you like some، يا مستر مش السؤال والنفي بناخد معاهم اني؟ اه السؤال اللي غرضه السؤال، لكن ده سؤال غرضه العرض، ولما يكون عرض وطلب انت تخطف من جري صم. طيب there are 60 seconds in a minute، there are 7 days in a week، خد بالك من الكونسبت ده. there are 24 hours، في 24 ساعة. in a day يعني في اليوم. طيب انت كده عايز a، على فكرة كان ممكن نقول in each minute او in every minute. طيب this material is not a for two trousers، المادة دي المواد القماش ده ليس كافيا، يبقى is not enough المعنى قال لك كده. you can see wonderful views along not banks of the Nile، ادي النيل يا عم الحاج، الضفة الاولانية هنا والضفة التانية هنا، يعني هما كام واحدة؟ اتنين، يبقى both banks. طب ليه مش قول لحضرتك قول اللي بتيجي مع التلاتة وانت ماشي؟ طب ليه مش ايزر؟ اصل المعنى مش عايزك تقول اي، انت بتقول لي ممكن تلاقي مناظر جميلة على اي بنكس، على اي ضفاف للنيل، ونان دي لما يكونوا ثلاثة وانت ماشي، وانت قايل لي ان البنكس هم ضفتي النيل، حتى انت تسمع كده دايما من ايام الدراسات الاجتماعية تقول لك ضفتي. we will do not we can، سنفعل كل ما بوسعنا، كل يعني اما اقول في حاجة تانية هنا معناها كل، each و every. انت بص يا برنس، عايزك تفهم انك لو عايز تقول لي سنبذل كل ما بوسعنا لنساعدك، يبقى قول وي كان دو، او قول وي كان، ركز كده. ما ينفعش اقول لك، ما ينفعش اقول لك ايتش وي كان ولا افري وي كان. ليه؟ لان الاثنين دول ما ينفعش بعدهم ضمير فاعل، خد بالك. ايتش دي لو جبنا بعدها ضمير فاعل يبقى غلط، طب لو ضمير الفاعل قبلها صح، ممكن اقول لك وي ايتش زي ايتش. طب افري لا يجي بعدها، لا بعدها ولا قبلها ضمير فاعل. The holiday was a disaster، الأجازة كانت كارثة. Went wrong، كل حاجة كانت غلط. Thing يعني شيء، all thing غلط، المفروض كنت بقول things. Nothing مفيش حاجة كانت غلط، طب ماشي زعلان ليه؟ طب بتشتكي، فأنت بتقول كل شيء كان خاطئًا. Rain falls here، المطر بينزل هنا. Not and every day، يعني المطر بينزل هنا كل يوم تقريبًا. Winter is winter is all seasons، يعني كل الفصول في المكان ده. اكتب المصطلح ده كده زي الشاطر واحفظه، اسمه each and every. each يعني and every دي معناها بالظبط زي almost every، حلو. فانت هتقول لي هنا each and every، ادي each ده idiom، ده مصطلح محتاج يتحفظ ما فيهوش اي ابداع. either of not، ما دام انت قلت لي of يا مستر، فانا عامل حساب ان انا عايز زي واسم او فاصل مكان زي يعني، او ان انا عايز ضمير مفعول. الراجل مديك اسماء خلاص، يبقى مفيش ضمير مفعول، يبقى each of the، فين اللي فيها the؟ ادي the وادي the. each of اسم جمع فعل مفرد، يبقى the girls وبعدين has each، ده either sorry either of the girls has، انتبه معايا. طب ما ينفعش اقول لك the girl، مش هينفع اقول لك كل البنت، اكيد كل البنات. بعد كده 66 she has two proposals، عندها تو عرضين جواز. and she won't accept، ومش هتقبل. مدام won't يبقى الجمله منفيه، اطلعي بره يا نيزر، انت ونن، انتوا ناس بتيجوا مع المثبت مالكوش دعوه بالموضوع ده. في حاجه اسمها all of them، اه يا باشا في all of them. طب في either of them، اه في all، في either of them، بس all دي بتيجي مع الثلاثه وانت ماشي، وانت قلت لي دول عرضين فاطلعي بره انت، يبقى انا كده هناخد دي. وعايزك تفهم لو انت قلت لي she will not accept either of them، ده معناها ان she will accept، انها ستقبل neither of them. طيب ادخل يا باشا على رقم 62 وقول لك في الجمله I asked both of them، انا طلبت منهم هما الاثنين. but هما كام واحد حضرتك؟ both يعني كده اثنين، بره يقول انت حد بيجي مع ثلاثه، حد كبير عيب عليك تبقى في المكان ده. both يعني مع الاثنين، either تيجي مع الاثنين ونيزر مع الاثنين. ترجم عربي كده شوف الدنيا بتقول ايه. انا طلبت
منهم هما الاثنين؟ انا سالتهم هما الاثنين ولكن لا احد، ما دام انت قلت لي ولكن يبقى ما حدش رد، يبقى نيزر. خد بالك انت قلت لي نيزر ريبلايد، كان ممكن تقول لي زي بوث ديدنت ريبلاي عادي، بس تبقى جمله سليمه. I enjoy all not I spend all، لازم بعدها ذا وبعدين اسم معدود فهيكون جمع، يبقى all ذا مومنتس، ذا مومنتس رقم دي. طيب I am not sure how old she is، انا مش متأكد سنها كام. She is not 17 or، ما دام قال لك or هتروح انت خاطف له either، ما هو اما او either or. طب neither my friends، هنا بقى نيجي عند الحتة الخلبوسة اللي عايز تركز فيها. والله neither يا فندم بيجي بعدها، هنعمل بقى الوان كتير كده وهنخلبط في الكلام. my friends، ادي my friends ده الاسم الاولاني، وبعدون نور my brother. قال لك يا عم الحاج مع نيزر نور وايزر اور، احنا بناخد على الفعل اللي بعد الربط الثاني اللي هو نور، ولو كانت هي ايزر اور هناخد على اللي بعد اور، او بيقول لك مع الفعل، قال لك القريب مع الفاعل، سوري مع الفاعل القريب من الفعل. انت قدامك ثلاث احتمالات او ثلاث، او الكلام نفسه بثلاث طرق. الطريقه الاولانيه ان نيزر بيجي بعدها اسم اول وبعدين اسم تاني، انت بتاخد على الاسم التاني، ده رقم واحد، او انك انت تاخد على الاسم اللي بعد نور، او انك تاخد على الاسم القريب من الفعل. ما هو الفعل هتكتب هنا كده القريب منه هو ده، في الاحتمال التلاتة كده كده هتاخد على برازر المفرد، يبقى ناخد سبورتس. طبعا دي مجهول وانت عايز تقول لي ما فيش حد من اصحابي يدعم. طيب زم لايك تنس، زم ده ضمير مفعول، فاكيد انت عايز اوف. بوث اوف زم دي معانا، بوث عايزه اوف عشان ناخد معاها زم، ما فيش اوف ما فيش اوف، اذا شكرا بوث اوف. طيب يا مستر مش انت قلت لي بوث بيجي بعدها جمع وزم جمع؟ ايوه قلت لك بوث ونجيب اسم جمع، بوث بويز. او لكن لو انت هتجيب ضمير مفعول فلازم في اوف. نيذر اوف ذا تو بلانز، ما فيش ولا واحده من الخطتين الاثنين سكسس، نجحت. والله ما دام في نيذر يعني الجمله دي منفيه، فاطلعي بره يا وونت انت واذنت. طيب ده دي سكسيد ينجح، انت ينفع تقول لي از سكسيد؟ از دي عايزه بعدها الفعل مضاف له اي ان جي اصلا، ده مصدر، يبقى ويل. شكرا. I asked two local people about the direction but، انا سالت اتنين عن الاتجاهات. كام واحد يا ابني؟ اتنين. لو في قول هنا بعد اذنك شيلها لي. طيب لو في هنا نان برضه بعد اذنك شيلها لي، مفيش للاسف. طب نيزر زي؟ لا، انت بتقول انا سالت اتنين من الناس الاتجاهات ولكن لا احد منهم استطاع ان يساعد، يبقى نيزر اوف زم. طب زم نيزر، مفيش حاجه اسمها ضمير مفعول وبعدين زم. نيزر عايزه اوف عشان اخد زم. طب نيزر زي؟ لا دي مفيش حاجه اسمها نيزر بعدها ضمير فاعل. طيب all students did badly، زم did well، بيقول لك كل الطلاب أدائهم كان زي الزفت، محدش منهم أدى كويس. none of معانا عشان زم، ونيزر of معانا عشان زم. none دي من غير of ما تنفعش، ما دام في ضمير مفعول يبقى أنا عايز of وأنت بره. هو معلش سؤال، هو الطلاب في الفصل اتنين بس يعني ولا أكتر؟ لا أكتر، يبقى أنت عايز، أنا هتقول لي none، ما أنت عارف إن none بيجي بعدها أكتر من اتنين. each بقول لك each of the two patients، اتش دي اصلا فكرتها في ثلاث كلمات، والسلام عليكم وما فيش غير كده والله العظيم. هقول لك انا عليها كده سريعا علشان تخلص من الحوار ده. بص يا عم الحاج، انت عندك اتش دي والله مالها غير ثلاث قواعد. القاعده الاولانيه انك تقول لي اتش وبعدين اسم مفرد فهتجيب لي فعل مفرد والسلام عليكم. انك تقول لي اتش اوف هتجيب لي ذا اسم جمع وبعدين فعل جمع السلام عليكم برضو. لا سوري، اسم جمع وبعدين فعل مفرد هنا من غير السلام عليكم، لسه كده فعل مفرد والسلام عليكم برضو. انك تجيب لي اسم جمع وبعدين ايتش وبعدين الفعل غصب عن حضرتك جمع. اضربني مثال بالقلم الازرق، ادي القلم الازرق اهو طلبك. طيب بص يا سيدي، ممكن نقول ايتش بيرسون، ما تيجي نجيب حاجه غير بيرسون، عايزين اسم كده واضح انه مفرد وجمع. ايتش بوي مثلا، ايتش بوي is happy، each boy is happy، كده each وده مفرد فمفرد. طيب لو انت قلت لي each of the لازم هنجيب اسم جمع يبقى boys، وفي الحاله دي هنقول is، يعني اسم ذا ادي ذا بويز اسم جمع وبعدين is. لكن لو انت قلت لي ذا بويز each، في الحاله دي حضرتك هتقول لي ار الاسم الجمع وبعدين each وبعدين فعل جمع. شكرا. تعال نشوف، هو مديني each of، انت هتجيب لي بعدها اسم جمع اهو، اسم جمع، يبقى انت عايز هنا مفرد. طيب في مشكله هنا بقى، از مفرد وهاز مفرد، ما هو انت قلت لك بين، مفيش حاجه اسمها از بين في الانجليزي، اكيد هاز. ماي براذرز وبعدين ار، انت عايز افري؟ لا افري بيجي بعدها اسم من غير فاصل، ما دام انت اديتني فاصل لا ينفع افري ولا ينفع اتش. بوث
معانا في الاختيارات. طب افري اوف بره اللعبه يا فندم. طب مستر هو لو كان اداني اتش اوف كنا خدناها. استنى كده، اتش اوف اسم جمع، القاعده اللي انا حافظها بتقول كده، وبعدين فعل مفرد، اتش اوف ماي براذرز از، بقى هو مديني ار، يبقى دي ما كناش خدناها برضو. اذا بوث هاف نص الجمع، جمع نص المفرد، مفرد ادي نص الجمع، لازم هيكون جمع، يعني اما هيكون ار، اما يكون ار او يكون هاف، لكن انت يا ابله بره وانت كمان بره. هو نص الطلاب ناجح ده معلوم، دي لو خدناها بعدها بسط بارتيسيبل يبقى مجهول، هناخد هاف. هي اند هيز فيانسي، هو والخطيبته، لايك سبايسي فود، هو خطيبته هما اتنين يعني. طيب تعال نشوف افري، لا ليه؟ اصل افري لازم يكون بعديها في اسم مفرد ومعدود، بوث يعني ترجم كده هو وخطيبته الاثنين بيحبوا، دي تنفع. طب اتش اوف الاسم يكون بعدها حضرتك مش قبلها. نيزر ما فيش حاجه اسمها هي اند هيز فيانسي نيزر، كنا المفروض نقول نيزر هي نور هيز فيانسي، دي بره، يبقى انت كده عايز بوث. ذا تو دريسز الفستانين الاثنين وير نوت نايس، ما كانوش حلوين، انا ما حبيتش ولا واحد منهم، هما كام؟ اثنين، وانت بتقول ما حبيتش، ناخد نيزر؟ لا didn't منفيه، فلو في حاجه فيها نيزر في الاختيارات انزل شيلها، اطلع انت بره. طيب انت بتقول الفستانين الاثنين كانوا مش حلوين، فانا ما حبيتش الاثنين، I didn't like either of them، انت بتقول انا ما حبيتش ايهما، يعني either of them. طيب ينفع تقول انا ما حبيتش كلاهما؟ لا. طب حتى لو ينفع انت كنت عايز تقول both of مش both them، و each of them بره، لانك انت بتقول انا ما حبيتش ايهما، اللي هي رقم دي 75. بيقول لك هنا not my brothers has، استنى كده، both of my brothers موجودة في الانجليزي، بس عايزة جمع، جمع اسم جمع فعل جمع، يعني each مفيش حاجة اسمها each وبعدها فاصل يا فندم، each of تنفع، ما each of اسم جمع وبعدين فعل مفرد. طب انت بعد both، both my brothers both عايزة جمع، جمع سواء بعدها of من غير of كده كده both عايزة جمع، يبقى انت تخطف دي. ليه؟ ما انت قلت لي بص معايا كده في الحتة دي، انت قلت لي each of اسم جمع فعل جمع فعل مفرد، فادي اتش اوف اتكتبت هنا، ادي الاسم الجمع وادي الفعل المفرد، شكرا مالكش حجه. تو اوف ماي تشيلدرن اتنين من اطفالي، دول كام واحد؟ اتنين. واتشد ذا شو نوت انجويد، هما كام واحد؟ اتنين. افري لا بيجي بعدها، سجل الكلام ده بماء الذهب لانه مش مكتوب في الكتب بالبساطه دي، افري لا يجي بعدها، لا يجي قبلها ولا بعدها ضمير فاعل، اتش زي ضمير الفاعل ما يجيش قبلها بعدها خالص، لكن ممكن ضمير فاعل يجي قبلها عادي، زي افري قلنا ما ينفعش لا بعدها ولا قبلها، يبقى زي اتش. اقول تاني، افري لا ينفع قبلها ولا بعدها ضمير فاعل، طب اتش ضمير فاعل قبليها ماشي، طب بعديها لا. طيب هنا بعد كده رقم 7، اص ضمير مفعول بتشبه انت صح، اكيد محتاج اوف يا خلبوس، وادي هاف اوف، هاف اوف اص نصفنا هاف. طب معلش هو ليه قال هاف؟ ما احنا متفقين ان نص الجمع اللي هو اص لازم يكون جمع. طيب اي هاف نيفر دان كاراتيه، بيقول لك انا عمري ما لعبت كاراتيه، انت قلت له والله ولا انا، ولا انا، فانا ممكن اقول لك نيزر، ما هو ولا دي نفي فنيزر، بس مش هنقول نيزر اي هاف، ما هو نيزر دي لفظه نفي، لما نبدا بها الجمله لازم نعمل انفيرجن فنقول نيزر هاف اي، فاطلعي بره يا فندم. متفقين احنا دايما ان ممكن نحذف نيزر ونحط مكانها نفي مع ايزر، ادي الكلام اللي حصل هنا، اي هافنت ايزر. طيب يبقى ركز كده، لو انت قلت لي اي هافنت ايزر هي هي نيزر هاف اي، طبعا دي بره لان النفي مع نيزر ده عيب، ايزر هاف اي انت عامل لي انفيرجن، ليه هي ايزر دي كلمه نفي؟ مش هتعمل الحركه دي، عيب عليك. طيب اخر جملتين وخلاص، وان وبعدين نيدز ا جوب تو ايرن زير ليفنج. بص يا برنس، كل شخص بحاجه لوظيفه، والله افري تنفع وبعدها اسم مفرد اهو. طب نو no. تنفع نو وان نيدز صح، نيزر معناها او ما استخدمناها في اول الجمله، يعني لازم نعمل انفيرجن، وانت ما عملتش انفيرجن هنا، افري اوف دي هبدا ما فيش حاجه في الانجليزي اسمها افري اوف، شكرا يا فندم، انت بقى معاك الاثنين دول، اترجم واشوف المنطق. انت بتقول لي نو وان يعني لا احد يحتاج وظيفه لكي يعيش، ولا كل شخص بحاجه لوظيفه؟ الاثنين دول قواعد سكر، لكن المعنى لا. ذا تور جايد جيف نوت تورست، تورست يعني مر يعني سائح مفرد، اول بره لان دي عايزه بعدها الاسم ما دام معدود يبقى جمع، بوث عايزه برضو الاسم بعدها مع جمع وما ينفعش غير معدود، اتش يعني كل،
هاف زيها زي اول، ان جبنا بعدها معدود يبقى جمع، يبقى الاجابه اصبحت اتش. يخرب بيت كده 80 جمله خلصوا بسلام الله وامنه. اخر فيديو اللي انا هسجله دلوقتي حالا هيكون الرايتنج والامتحان، وبكده خلصنا الواحد التاسعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.